نصوص أدبية. وطن بين إقامة، بين قوسين إقامة، وطن بين قوسين إقامة، دون قوسين مقام. أمين صباح كبلة. أرى أخينا كبة يحمل غضبا شديدا متفاقما لا حد له. روى أطباء المفرزة التي تقع على ناصية شارع الخلفاء المعززة. روى أطباء المفرزة التي تقع على ناصية شارع الخلفاء المعززة أنهم رأوا رسل حين قدمت مهرولة مع رفاقها مهججة تلك اخترقت رأسها. قالوا أنهم شاهدوا قنبلة دخانية مدججة وأسقطتها قتيلة في ساحة الوتبة. ببغداد كانت مغنجة وقبل أن يفيق الجمع من ذهولهم تصاعد دخان القنبلة المخرجة وكون غيوما كثيفة أمطرت سماء بغداد لساعات جد محرجة. قالت رسل هتكوا نقابنا وقد أحل المجرمون دماءنا وأعمل سيوف غمرهم في رقابنا ولوثوا سماءنا. قالت رسل ها أنا كيف نهتف للحرية ونحن في زمن الخوف هنا. ورحلت كانت جثتها ملقاة وسط الساحة وجسدها الأسمر الجميل ملطخ بالدم دون نواح. وآثار القنبلة التي اخترقت رأسها ظاهرة بالباح. كانت تغني وبغداد نائمة ودجلة الخير كانت تغني وبغداد نائمة ودجلة الخير متواضئة بصراحة تقول أنا عصفورة الساحات يا صيادا هجروه وهجروه من الفلاحة. ها أهلي نذروني للشمس والطرقات وبكل وقاحة. بزغ القمر واحتشدت حوله النجوم في السماء احتجاجا على الظلام. لا جد وامل الغناء والهتاف دون إلمام فكان الدم على كراسي الحكام. يا رسل السلام والآلام يختم به الرئيس بياناته عن السلام. وبغداد مدينة مستلبة يسكنها الغرباء
سائر الأيام والأعوام، أسلحة الشباب العظام والمندسين اللئام والفصائل المسلحة من وراء الهمام وأمام ومن وراء وأمام. أنهت الرحلة في مطلعها بالتمام، إذ اختلفت فصيلتين كانت الضحية عراقي من هلام، كانت الضحية عراقيا من هلام. فامنحيني العذر يا وصلى، لم أبكك كما يجب بالأنام، ولم أقدم لك عزاء ولا سلوى كإمام. كان المحتجون يهربون من بغداد إلى بغداد، أصبحوا أسرى الدروب الضيقة والمحلات الفقيرة وبأي وادي. وتحول حلم وطن الحر والكريم ذي صولة وصيت أجدادي إلى خطوات متعبة للهرب، فكيف بمستقبل أحفاد. زينة حياتي غاية مرادي، ما قيمة الحرية إذا فقدت الحياة يا مفجر السماد. وما قيمة الحلم مفتقد لغديه، وما قيمتك يا كاذب، أي كاذب نتبع لنعيد للأمهات أولادها من الجشع، وأي نجم سنسترجع لنعيد البهاء إلى حجر مهمل مترفع، أو حجر مهمل مترفع. كان الثوار يبكون ويستعيدون أنس الليالي، ودفء هتافات الشهداء بث متتاليا، وأنين الأمهات على أبنائهن جئنا غرباء، وأنين الأمهات على أبنائهن عاليا جئنا غرباء يا رسلك منودي يا غاليا، جئنا غرباء يا رسلك منؤدي غاليا. قتلونا في أرض واحدة سواسية، وأباحت دمنا العصابة نفسها آه وآليا. قتلوا ابتسامتك عمقوا ما بيا، وفجروا في دواخلنا ينابيع الحزن أولا وتاليا. غالبا ما أتذكر يا لحنانك، أني أفرطت في نسيانك، حين محوت فصولا من المأساة نمت بميدانك، نمت بميدانك بتمامها زائد العتاب، وحرثت شتاء في غياب ذلك كل العذاب. قالت بغداد عندما رحلت غسلت النجوم نفسها بالمداد، غاصت في دمائها واكتست بحمرتها لون السهاد. قالت بيوت الجيران كبرت الطفلة، قالت بيوت الجيران كبرت الطفلة، بيننا كآل عدنان أديان. وقد كانت لا توأم لا تفارق هدان ذلك، وعندما أدركت بالمكان أن قدر الماء الساخن
حين سيصيب أختها حين سيلاني تلقته بدلا عنها ماسكة عناني ورحلت لو الطفلة كبرت لم يغادرها الذئب والخوف وغيب أماني. قال وادي السلام لم أعد أصلح مأوى للمشردين والخائفين يا أحلام. فأرضي بيد القتلة فارض الصيام ولن أضم المزيد يا مران يا خيزرانك في منام من الشباب لأنني قد اكتفيت يا أعلام. وقال الشعراء الكرام أصابت بضاعتنا الكساد لأن الشعر قد انتهى مع رحيلها ولا من ينعها البلاد. مصابيح الوجود انطفأت بالدجى العالم ينام على جمرة تقلى تقلى الحجى وفاكهة معشوقة البوم حيث الملائكة ذهبت إلى النوم هبت ريح الموت هبت ريح الموت غير عابر وماتت غزلان المحابر ونبت الحب من ظهور المقابر ولملم المعممون أطراف عباءتهم ساجدين لكبير عن خابر وأصدروا بيانات فتك قصاد احتجاج مقيم دون سلو للمهاجر وخرجت الضفادع بمظاهرها حاشدة تأييد للنظم وخنازيرها ترون هذه البقعة هي أشرف البقع وأحسنها من وزيرها يتنافس الأشرار في نزولها ويتغاير الكبار في حلولها لا يسكنها هناك وهناك خير التجار بعرضها وطولها وإنما المرء بالجار والمجرور وتمجيد فحولها وهذه أرضنا كم تقدرون أنفقنا عليها من الطاقة هذه الطاقة أنفقنا والقديم الجديد فوق ما عدته البطاقة منذ الانطلاق ووراء الفاقة كم يد ناردي أرأيتم بحق الكون مثلها لواحدي بنى أجدادنا بجد ساعدي وبخت مساعدي وقوة ساعدي ورب ساع لقاعد تأملوا بالقديم الجديد من يحكمها المتقارب المتباعد وكيف حس
حصلها من متقاعد، وكم من حيلة احتلعها وعن من متعاهد وعن متعاهد.